ممكن خلط ونخلط هدية المزلوجة. شوفوا ديجا كل كعبة ما تشبهش لأختها، هي مزلوجة العادة والعويد ومزلوجة تراديسيونيل معمولة على الطريقة التقليدية. دونك اون ديغي سي هكا في الدار وكنعولة والجو. دونك انا هذاك علاش عملت حاجة تراديسيونيل ان بلا تراديسيونيل بالمزلوجة تراديسيونيل متاع لبيدور. دونك باش نصمت متاع حفار كيس ونخليها مش جارية برشا ومش عقدة برشا، شوية معناها بين البنين، ما لازمهاش جارية كيما الشربة تبدا برشا ميصة، وما لازمهاش زيد عقدة برشا، لازمها بين البنين كيما المقرونة. هذه البلاع هذا تنجموا تصمتوا مزلوقة وإلا مقرونة، أما أنا اليوم نحب نعمل مزلوقة تخديسيني هكا. ديجا حتى الكعبة مش كيف أختها. دونك الكريمة متاعي حاضر التك تك توا، جيست قعد لي باش نصمت المزلوقة متاعي. الله الله على الريحة خرجت فاحت. باش ناخذ المزلوقة تخديسيونيل متاع ليبيدور وباش نصمتها. الله ملا 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 عشية عشان اليوم بالوهرة الحقيقة. الله الله عليك يا زوبة، قال لك خذوا جربية تجيب لكم الرزق وتجيب لكم الثنية. عايشك عايشك عايشك. نخليها تتصمت قديش وقت، تابعوا شنو مكتوب في الباكو، شنو مكتوب. 7 دقائق 7 دقائق والمزلوقة متاعي حضرت. يا لالا ويا لا ويا لالتي أمو لشاش لي العشا في قلالة، وصايم رمضان واش أحواله، هي وهي وهي أمو لشاش وهرب عليا، وهي وهي. اسمع برجولي لك كيف متاع ملا زوبة، يحبوا الجو يحبوا الجو والله غالب كل واحد والجو مع الجو ما نفهم حد شيء، وسيد المخرج يرقص ورا الكاميرا. دونك نخلطو كل كريمه او جوج باش نزينو الديسير نتاعنا. تك تك فوالا، ناخذو لي تختليت ونحطوا الكريمه فوق البلان دو ترافاي، وما تخافوش عليه على خاطر البلان دو ترافاي نتاعي كوارتز عملوا لي مغموتيك هما والكوجينة اللي عملتها لي كويزينا سوغ مزور. الله ريحتك الله ريحة الفاني حاجة إبداع. باش نصب فوق لي تختيلات الكريمة. دونك هذا الكريمة متاعي حضرت فوق لي تختيلات، والكريمة اللي قاعدة باش نحطها في صحفة. عندي دي فيغين مزيانين حطوهم. الله هاو نصب الكريمة متاعي، ذي الديسير بريفيري نتاع بابا، موت على الكريمة. زينا شوية فيكيا من الفوق وتجي حتى مسفوف بالكريمة، حاجة بديع في السحور. وصايم رمضان واش أحواله، هي وهي وهي مول الشاش وغير قولي يا بنية يلا زيرك شين شوية. دونك حضرنا الجو باش يقعد لي. تحبوا زينها بالفيكيا والا بالغلة؟ انا باش نخلط، باش نحط شوية بيستاش. لازم حتى هكا بيستاش وصوص ورد والا عندكم كل واحد شنو عندك في الدار. كوجينا ما فيهش قوية ترى، حطوا ضربة فريز هكا من فوق، حطوش برشا. نجمو زيدا الكعبات الفريز تزيدولها سكر دو فلوغ دورانجي نتاع سمارت شيف يبداو في وحين، وكل واحد يعمل اللي يبغي.
واللي يشتهى شهوة يديرها في عشيه. دونك ناخدو لي بيغيني دوما زيد نكملو زينوها. دونك زينهم بالفريز وعشينا وعشينا مرقة جلبانة خلي لي ذوبة المزيانة يما يا لا لا. اسمع غنية جربة كل غنيتهم لكم. ها هاك نزينو بالبيستاش ويوفا مع الصوفة. الله 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 عليك يا زوبة. خان زينو في النحاس هاي مش بدو نحاس يعيشك. ونزينو الديسير متاعنا ومال زوبة وقعد لي كين الملمون المزلوقة متاعي حضرت والله. هنا راني من ميدون هذيا بلاصة في جربة من زينة برشا. قالك جماعة ميدون نظافة وغسيل الصابون نظافة وغسيل الصابون والم يعاد يضرب على الكف على جماعة هي تعالى هي وما نديرو لك شي هيتك صحن المزيان هذايا زوزو المزيان التحفون يعاونك على الزمان يا زوزو. هاكا تبع التيم مزلوقة وعربي وجو اي بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الليلة ترررررن الله. اوه ما شاء الله شوفوا كل اللحم والخضرة طابت والمزلوقة عملوا عليها نظرة شاه شاه عليك شاه عليك يا زوبة والله دي بشي خذي بشي ربحني وكاو غير وينا المزلوقة متاعنا حضرت ما شاء الله كمطعم اللحم وهذيا اكل اللحم في الكسكيس طيب الخضرة يتحط من فوق وان شاء الله تاكلوا بالصحة والهناء. الله اليوم بابا مش يشيخ على عشي على خاطر هذا البلاط بريفيري نتاعو. الله ايا لحظة اني جيتكم. ايا يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة اللي جيتونا وزرتونا وان شاء الله عجبتكم رسالة اليوم بربي صرتوها صحيح شيخ عليه مش نرمى. وقعد لي كي مش نقول لكم الشهية طيبة وكان جربتوا صرتوا الرسيت بتاع المزلوقة باللحم في الكسكس ما تنسيوش باش تبعثونا تصوركم وتصور لي غسيت نتاعكم على الكونت انستغرام ملا بوان زوبة. وقعد لي توا كي مش نقول لكم شهية طيبة باي بسلامة.